وكما بوب البخاري رحمه الله بابا في عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، طبعا بشروط النكاح أن يكون يعني عندها ولي وأشياء. يعني لا تذهب إلى الرجل وتقول له أتزوجك دون أركان العقد الصحيح. فعن أنس أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم، فبنت أنس ماذا قالت؟ قالت يعني ما أقل حياءها وسوأتاه وكذا. قال هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت نفسها عليه. وعرض عمر حفصة على عثمان فلم يجبه، ثم عرضها على أبي بكر فلم يجبه، فوجد في نفسه شيئا عمر، ثم طلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره أبو بكر أنه يعني ما امتنع إلا أنه علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يتزوجها. المهم أن يعني أهل الإسلام، أن أهل الإسلام المرأة الصالحة الرجل الصالح يتخير لابنته، يتخير لأخته. المرأة تنظر من الرجل الصالح في المجتمع وتعرض له، لا بأس لو أرسلت يعني أخا لها أو أرسلت يعني أخته أو أرسلت أمه فأخبرت هذا الرجل الصالح أنها تريده، هذا فيه خير عظيم، لأن الإنسان كما يختار المسكن يختار الركوبة. لو اختار المرأة الصالحة أو اختارت المرأة الصالحة الرجل الصالح وعرضت على الرجل الصالح، هذا فيه خير كبير، أن الإنسان يعني يظفر بصاحب الدين كما يظفر الرجل بذات الدين.